رجعنا من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم اللاعب الدولي السابق سهيل براغي. نعود رحب بك من جديد سهيل. وصلنا للتجربه مع الترجي، اش ما قعدتش برشا سهيل في الترجي؟ قلت لك العام الاول كان صححت في جانفي 2005 كان في الاسبيرانس، وتمنيت كان مشيت قبل خاطر راتيت كوب دافريك 2004 تسمى. بون تسعة شهور بالضبط أول ماتش نلعبه في الإسبيرانس أوفيسيال أوت 2005 يعني آخر السيزون بريسك ماتش. بديت ما في السيزون اللي من بعد 2005-2006 اللي جي فيها سي خالد بن يحيى. بديت جي أنشيني من بعد من ماتش المرسى كوب كملت السيزون الحمد لله ما بعد اللي هزينا فيها. سهيل أنت ولد الميديا، عندي برشا اسئله مازالوا نقويو في الريتم. تفضل. اوكي. كادونس ولا في الريتم؟ ما جاوبتنيش خاطر تو سالتك سؤال ما جاوبتنيش. علاش؟ ما قعدتش في الترجي، ما طولتش في الترجي. وقتها صار ان بتي مالونتوندو مع اونترينر نحبه برشا ويعرف هو ويحبني ياسر ونعرف. اللي هو؟ خالد بن يحيى. هكايا درشني موني كي تكلمت انا في التلفزه بعد ما خرجوا عاقبوني. ويسبوار وليت ما علينا فيش قلت. في رمضان وصايم ومغشش خاطر ما عيطليش بالحسن مرياح الماتش سيابي في بنزرت بعد ما علينا وانا نستاهل اللي صار. اما كونسي ديسيبلين وهذاك الكل ما عادش نجم، وليت ندخل البارك متقلق شويه. رجعني من بعد ديجي بيرو مشينا نلعب، مشيت باش نرجع نكور عكست زاد الكوره، مشيت مع نلعبوا مع ليتوال في سوسه ماتش اسبوار، مشيت مع الاسبوار تاع ليسبيرونس نكور باش نرجع باش نلعب ناخذ ورقه حمراء كونتر ليتوال في سوسه. معناتها يعني كي تعكس زاده جي ديجي بيرو قال لهم هذا الاتيتيود نتاعو زايد. يقولوا سهيل كنت مش منضبط. كيفاش مش منضبط؟ يقال اغزلي باش على ذاك ما قعدتش برشا في الترجي. لا باش نقول لك حاجه، اكثر ملاعبي في التيران يخدم. اسال على اسئله اي كوارج يجيك لهنا من الجينيراسيون تاعي. قول له شكون الاول كان فيزيكمون في لي تيست فيزيك اللي خلقهم ربي كل، وشكون الاول في الخدمه في التيران. راهو نبدا نجري شادد الريتم ولا الكادونس كيما تحكي، راهو الناس كل تبدا تسب من التالي طيح طيح. يعني في الخدمه وفي الغادي من الانضباط. اما شنو اللي اقترن بسهيل مثلا؟ اللي سهيل لحمته حلو، كي نخرجوا الاولاد الكل مثلا نعملوا اونشين دو ولا تروا فيكتوار، عندنا الحق كوم دي زيتر هيومان باش نخرجوا نتعشي ونخرجوا نسهروا شويه ولا اوني دي زيتر هيومان ابري تو. كي نخرجوا احنا الجروب الكل 10 ولا 11 واحد من الكورجيه باش نتعشي ولا باش سهيل ديما يتريرا سهيل. فهمت؟ ولو انه ما كنتش نخرج وحدي، نخرجوا كان اون جروب. باهي رجعت للسيابي. رجعت للسيابي. عاودت لنصيف كاريرك. رجعت للسيابي ساعة فما حكاية، نحب نشكر برشا شكري الواعر. علاش؟ خاطر شكري وقتها فهمني كوارجي وفهمني، كان ديريكتور سبورتيف، أول ما شد حمدي المد بمشي عزيز زهير، جاسي حمدي، شكري قال لي قلت له يا سي شكري راني شكري كيما قلت له راني ما عادش نجم. قلت له كي ندخل لهنا قلت له بوتيتر جو شونج ان بو لير ونر. قال لي راهو شريناك بالفلوس كذا، قلت له بجاه ربي معمول كر. قال لي وين باش تمشي ساعتها ولا ليسبير لا ليتوال لا سي اس اس لا. قلت له راني بارول دونور ماشي للسيابي. الشيء اللي خلاني صححت في السيابي بلاش بريم دو روندمون بلاش حتى شيء، مشيت صححت عام بسالير برك مع سيد احمد القروي الله يرحمه. وبو دو كات موا طلبوني جامعة. اما خنتو بعد كي مشيت ليتوال ولا؟ لا ما تقوليش خنتو، انا ليله اللي باش معنا فريد بالقاسمي يذكره بالخير مدرب قال لي سهيل وضح امورك باش تعمل بري كونترا في الاسبيرونس ولا في ليتوال ولا في الكلوب ولا وين باش تعمل ولا باش تعاود مع السيابي. راهو الدنيا قايمه وقعت. سيد احمد وقتها قال لي انا قال لي نصحح لك ثلاث سنين ما عادش صحح عام برك. قلت له سيد احمد ثلاث سنين ما نصححش في السيابي، نعملوا عام بلاش بريم دو روندمون اش قولك؟ يعني في عوض ما ناخذ 30 ولا 40 مليون سماح فيهم. قال لي باهي صححنا بشهريه برك، شهرية فهمنا على مليون ونص، بعد صبوا لي مليون و200 ولا ماهيش مشكل. تغشوا عليك جمهور السيابي، حسوك كانك عملت السيابي ديما كاني قنطره باش تتلنصى بها انت وبعد. كيفاش قنطره السيابي وانا نرجع لك كل مره نجيب لك 100 الملايين؟ شنو هي القنطره؟ شكون قنطره انا ولا السيابي؟ خليت فلوس معناها. عايش خويا خليت فلوس، نزلت على فلوس وكنت مستعد نجدد لو كان وقتها وكان معنا وقتها رياض بوعزيزي جا في الجروب وكل شيء اللي كان احسن كونترا ماديا. كونتراتهم تاع رياض بوعزيزي انا وقتها جيت سيد احمد القري قلت له اغزر راني نعرف اللي سيابي تنجم تعطي كذا كذا. غير ما نسميوش احنا. قال لي ليه معناتها؟ قلت له انا نعرف اللي تنجم تعطي، انا ما طلبتكش في هذوما شطرهم تحط لي شطرهم تاع السنه ما
باش ما عاديش عام في تقعيد العود ولا العام الجاي تعطيني تزيدني عليهم تفتوف هاني معك ونعملوا كلوز ليبراتوار طون في 500 مليون. قال لي شويه، قلت له سي ابي اون اسبير با نزيدوا شويه. قلت له غزل سيد احمد راهو من هنا لغدوه الله يرحمه هو في دار الحق وانا في دار الباطل، شنعطيك بالضبط خاطر هذيا لعب لي. معنا رضا الشريف في اللوكال دكتور عثمان الملولي، وقتها قالوا لي انت علاش ما ترضاش باربعه ولا خمس باربعه ملايين شهريه ولا فما شكون، قلت له ما تتدخلش عايش انت في بلاستك وانا في بلاستي راني مازلت ما عملت شيء. سمي الاسامي سهيل. راني قلت لك شكون قال لك ما تدخل، قلت له ما تدخلش. وقتها دكتور رضا الشريف قال لي يعني 4 ملايين راهو شهريه في السي ابي يعني زعما. قال لي وقت لي هو باش يعطيوني 2 ملايين. قال لي انا بروفيسور ناخذ في 3 ملايين ولا شنو 4. قلت له ايه انت تقعد حيط الكل تخدم، اما انا راني عندي جوري بيان ديتيرميني يعني واضحه، ما نحبش انا زاد الناس كل تولي تنقص في الحكايه. فما بريزيدون ينيغوسي فما من بعد سيدي احمد قلت له راهو هك وهك ما تكلمنيش من هنا لغدوه، بعد غدوه الشيكات حاضرين الامور منظمه راني يا سيدي احمد ما تلومش عليا كان صححت في بلاصه اخرى. قال لي مريقل من الغدوه طلبته ما جاوبنيش في الليل ما فهم شيء. بعد غدوه معايا منجي بن ابراهيم وقتها حيي سي منجي، انا اتصلت بيه سي منجي قلت له عندي اوفر اسبيرونس كذا وعندي اوفر اتوال كذا، وقعدنا مع حمدي المدب في الاوتيل دي بارك قبل وعطانا الاوفر نتاعو. قلت له شنو اللي نعملو اخر من الاخر، وقف لي كرهبته قدام الاوتيل دي بارك هكايا منين وين اللايكو تويك، وقف لي كرهبته هكا قال لي يغزر سهيل هكايا باج بلونش ليتوال وصفحه جديده وكل شيء، انت كابيستي يعني تو بو تنتجري بارتو وكذا واحد معناتها ليسبيرونس تعرف اني مثلا ما مشيتش لبرا ما يسيبوش الملاعبي بالساهل، حتى كي جاتني لي زوفر ورا الدوبلي معناتها ب 600 700 ميل يورو دي زوفر ماهمش بانال. نخرج في العمر هيك تتبدل كاريري دونك. قال لي شوف اختار ليتوال، قال لي اكثر ملاعبيه اش تخرج وكذا اقل فلوس من ليتوال جاي من كوب دي مون. قلت له اقصد ربي ديما القدام خرج برو بحر. صار لك نفس الحكايه هذا اللي جاك ودي زوفر كبار ما سايبوكش بالضبط ليتوال كيف قال اغزر الله يسامح راهو فما رؤساء مش ما نلومش عليهم لوبليغاسيون تاع الناس برشا. جا وقتا نذكر عمر جمل في الفيستير قال لي كان جيت كيف نمشي ندخلها بعضها في اللوكال. قال لي راهو لي فاكس اللي عندك فوق البيرو نتاع معز دريس راهو شيء من وراء العقل. وفما سمعت حتى اوكسير كي جاوا لعبوا معانا عملنا ماتش جملاج الريسبونسابل دو ريكريتمون تاعهم وليد سيرتان تونيزيان معناتها في الكوميتي تقابلنا وحكينا ومن بعد لعبنا الماتش هذاك اللي وراه مشي اوغومبي مشي موسى ناري وعجون فرنانديز وحكيت معاه وقال لي نتبع فيك يا لونتون وكذا. هو معز ليش سايب 7 ملاعبيه ظهر لي وقتها كان انت ما سايبكش سايبهم قبل ما نجي انا بالضبط قبل العام هذاك 2008 وفينا خاسرين الشامبيونا والكوب ليتوال ويد فارغه ويد ما فيها شيء اليميني الشامبيونز ليغ مع ديناموس في سوسه خاطر ماتش لالي ما لعبتش بيرترو مارشو ماتش لالي وقتها رتحني نتذكروا البونت والتو محموس انا خاطر مش ما حبيتش عندي شويه وجاعه ولعب الماتشات الكل وبرشا عليا وفي سيابي لعب ماتشات ريتار في سيابي الاربع شهور هذوكم ربحنا الاسبيرونس في المنزه بعد 26 سنه ربحنا السي اس اس في صفاقس بعد 15 سنه معناتها اقترن ديما وجود سهيل في اي جمعيه بكل التواضع بالنجاح وباللغه الباهيه في الفيستير بالفعل مش بالكلام بالجغجيخ الكورة فعل. تلومه معز دريس بطبيعة فما جانب اللومه فيه خويا كي تبدأ أغزر علاش توا نشوفه اللي عملوا كارير كبير نشوف كريم حقي خرج 20 19 عام شوف عبد النور خرج 20 هنا كي جيت ليتوال وعملت باركور هذاك شريتني انت من السيابي ب 70 مليون خاطر فانت كونترا تجيك اوفر ب 800 ميل يورو ينجم يكون خاطر ماكش ولد معايا ما نعرفش هذايا راهو 800 ميل يورو منين في ليتوال انا بالنسبه ليا مع الجمهور شو نقول لك حاجه ما فماش جمعيه لعبت فيها وما دخلتش لا في الفيستير لا مع الجمهور خليني نقول لكم على الملاعبيه 800 ميل يورو منين من فما اوكسير شنو الفرق سهيل بين ليتوال واسبيرونس فما شويه فرق في الامور الاداريه والتنظيميه مثلا اكزومبل قبيلي انا حكيت لك مش راهو كيس اكزومبل دو ميشونستي خاطر تو باش يقوموا تو ناسي راهو كي نتكلم راهو على اغزر انا بنزرتي دو بيور سوش في الاسبيرونس عندي وليدها على الاخر
زيت تترو القلب يعلم ربي معناتها اش عملوا معايا وانا نرابيه لا من المسؤولين لا من الجمهور لا من العباد لا من شعبيتك تو نخرجوا في البرة نمشيو نحوسوا ترى العباد السيلفيات والواح خاطرني حقاني حقوقي نعطي كل حد شو تحب تقول لتوال كيف كيف حاجه ما اور نور ما عرفت وراها الرجال في السه مره الاخرى مثلا اكزامبل ولا باش نعاود نحكي فيه السوجي هذا تعطيني شويه وقت بسرعه ما فهميش بسرعه مازالوا برشا اسئله مي سير تنزيدوا شويه ورا الوقت ما ننزبوش برشا فما حاجات لازم باهي يكمل هاي كمل الفو برا الفو اغزر انا نخدم على روحي لا بروف اللي في الترانسفير نتاعي الاول ليسبيرونس بجلت ليسبيرونس اوفر شطر اللي عطته لي ليتوال بعد قداش من عام تدور العجله نمشي للليتوال اوفر اقل من اللي عطته لي ليسبيرونس يعني انا بالنسبه لي الماديات في كاريري كانت ما تعني لي شيء قدام للبروجي سبورتيف اللي هما كسوسوا منا ولا منا المسؤولين ما وقفوش معايا فيه وين صورت فلوس اكثر؟ في بولونيا لا بالليتوال ليسبيرونس ما صورنيش فلوس في تونس تصور جمله باش نعطيك جبت كونترات واتي معايا ما كريت بوات ارشيف ما يرحمش في السيابي خذيت 300 دينار شهري في ليسبيرونس خذيت 1,200,000 وقتها كلهم ياخذوا في 800 دينار زيتوني زعيم التي في ليتوال فكي جيت بدلوا 1,200,000 الناس كل كيف كيف كي جيت انا الحمد لله ان شاء الله استتخير ديما في ليتوال 2,500,000 شهريه العام الثاني 3 كذا اما في ليتوال سوم جلوبال على 3 سنين باش ناخذ 200,000,000 ما كملتهمش 3 سنين خرجت بعد عامين وشويه يعني خرجت شاري كونتراتويا بفلوسي بعد ما جبت الفلوس يعني راهو غريبه راهي في كره تونس الله يهدي لي كان سبب بعد ما تجيب المليار دويت تخرج شاري كونتراتوك بفلوسك على خاطر بور دي ريزون ما نعرفش كي تولي في الليتوال تولي تقرب اكثر تولي كيما ولادهم واكثر من وكا وتتحط في العناق واه تولي ظهر لي تقلق برشا عباد في سوسه ما نحكيش راهو على الجمهور نحكي على فما ملاعبيه ولا اللي هو فما قلوبهم تمرض وتولي سيرتو ملاعبيه القدم ولا ما يحبش يراك هكاك يحب يراك يا خو ما نعرفش عليه الليتوال نتاعو ملكه هو يحب وتبدا البدوع تطلع والحكايات تطلع شو صار لك الحكايات هذه؟ عرفش ما ليتوال خليني نقول حاسك تحب تقول حاجه خليني نقول جو غارد لو بوزيتيف اما حسبي الله ونعم الوكيل بالعالي على الاخره في اي واحد مهما كان اسمه عطاه عطاته على عطاته ولا عطاه الجهل نتاعو ولا بهمته حشاك باش يتكلم في العبد اللي قدام التويك شنو قالوا فيك اي حاجه خطرت لهم في مخاخهم ليتوال انا يمون سوبسوني بعد فم ماتش نتاع ليسبيرونس اللي خسرنا ديفيت 4-1 في رادس ليسبيرونس هزت فيه شامبيونا انا اول مره في حياتي نخسر اربعه وقت اول مره الماتش هيك كي تتفرج فيه جو ني في حتى فوت ديريكت دو بوت اوكين فوت كوريكت استنى خلينا نكمل لك عادل ياس تنقص للي من بعد اذا نحكي في حاجه مهمه جدا باهي كمل ياه باش تفهم تعطيني سؤال وما تسمعش جواب لا يكمل اي كمل الماتش هذاك اكزومبلير وتضربت في الشوفي نتاعي الجمعة هذيك وشديت صحيح باش نلعب بزريرق في الشوفي نتاعي باش ما يقولوش ما لعبش خاطر بديت ريمورس وهيل في سوسة خرجت ما نعرف منين خرجت انا باش يعطي الترح وباش درجنية ريمور من اربعة دبك دو اربعة اقل ما نجم نقول عليهم كونهم جاهلين يسميهم لاعبيه سابقين شنو؟ لاعبيه سابقين وفيهم فما شويه نجم تسمي نتاعهم ما نجمش تسمي اما حسبي الله ويعرفوا رواحهم وما انا نقول مش ملاعبيه سابقين نقول على اللي عملوه هذاك حاشك اونتر بارونتيز ما يجيو كانوا مسخين العباد هذوما هما اللي مسخوا في الكور كي تتفرج انت في الماتش ترى ديروا الموم تاع الماتش تراني كش لعبت وبالزريرق في ساقي باش ما يقولوش اوكا ما لعبش ولا اوكا خاطر كي ضربت اوكا قالوا ماهوش باش يلعب باش يحل لنا باب بلا بالزريرق في ساقي لعبت سامي بن يحيى طبيب يتذكر وزيرو فوت دو بيوت في الماتش هذاك عملت ماتش اكزومبلي اما ليسبيرونس كان ما تربحش ما تنسش الشامبيونان دونك احنا هنا في 3 ولا 4 فوت ديريكت نتذكرهم ايفيرسون اللي الباس لاتيرال نتذكر الديفايونس بين لي بيفو نتذكر سهيل جمهور ليتوال درشوا عليك شويه كي قلت ترجي اقرب لي ما قلتش اقرب لي يغزر قلت في ليسبيرونس باش نعطيك حاجه في ليسبيرونس كي تضربت على ساقي مشيت لرودينو ديويت كولابوراسيون مع ستاف ميديكال واحد في ليتوال تضربت على ساقي دوزيام ديشيريو دو سويت كي نجري لبرا من التيران حس روحي كاني نلعب في جمعيه اخرى
معناتها اغزو اللي انا نحكي على امور اداره مع الملاعبيه كيفاش تتصرف. راهو نجي روتار انا راني يعني نحكي عليه جمهور الاتوال يزمو يسمع ويفهمني ويقدر موقفي مش اللي يجي يتكلم بالصراحه هذيا. انا ما قلتلكش انا نخير هذه على هذه، اما قلتلك هذه مثلا وقفت معايا بار كونتر في الكوره، امور كوره في الاتوال خير برشا خاطر ارتحت في الفيستير هيكي وارتحت في الكلوب هذاك، ما كانش ما نجمش نعطي هكاك. كملت 27 28 28 سنه والله هي دي اللي كانت. علاش بكري كملت؟ ايه عركة باش ترجعني ليها مع الكوميتي القديمة نتاع السي ا بي انا ما نحب حد. ايه تصير عركة تبطل الكورة ما عادي مش ما وقتها جاك كلام تقال زيت شوية جاوبت ما ازيد منه. احنا في الكورة راهو تغزل لي تقدرني نقدر. شكون كان وقتها؟ سي مهدي بن غربي. مهدي بن غربي اللي ما عندي معه شيء تو صافية لبن ونحييه وفات له ولو انه الله يهديه والله يسامح خاطر وقتها راهو مشيت تستيت في فيتورول كونستانسا في رومانيا بعد بولونيا بعد بولسكا وبعد القلوار روحت تونس امور عاود نقول لك عائليه. انت راهو بيان سور ديما يجم يكون مخير الكارير تاع الواحد معناتها روحت امور عائليه لتونس. ديما قلت لك جي بريفنو ديما جي اوبتونو باش نكون نعمل لي شوا نتاعي قراب ديما للفامي. دونك من بعد تستيت في فيتورول كونستانسا في رومانيا اللي كان الكلوب هو نورمالمون في بوكاريست، كان في كونستانسا على البحر ما في بوكاريست تقبلت وكان شنو صار معك بن غربي؟ جيت باش ناخذ اوراقي ما حبوش يعطيوني اوراقي خاطر انا كنت ان سيرتان توم مختلف معاهم في سو كونترا انت سو كونترا. اما في السي ابي قعدت عام ولا عام ونص ملعب في ماتش القروان اللي دخلت فيه عاودت قطعت معناتها ديما لي بليسيور مسكولير. انا باش نعطيك حاجه عامل 26 بليسيور مسكولير في الليسكيو في 12 سنه كور، الا كان عملهم حد اخر راهو ما لعبش دراج سينيور. شويه قلت له يزي ما عادش يلعب. لا قال لي برا ترينا مع الاسبوار وبالطريقه ما عجبتنيش ما مشيتش ترينا مع بطلت الاسبوار. بطلت كل جمعه. من بعد جلستي في الجامعه سيتي لو بريفيو لو 24 جانفيي. باش ناخو او موا ورقه حتى اللي انا اون ليتيج هذيك ناخو بها كارت جون بروفيزوار في رومانيا. الورقه هذه ما نجمتش ناخوها من الجامعه وجلسه نتاعي توخرت لي 24 افريل الماركاتو سكر في البلايس كل بلاش تطيح قدر. كلموني جمعيات نحييهم برشا. انا تخرجت وقتها من لي نابس استاذ رياضه وتربيه بدنيه ومدرب وبديت في التحليل في الحد الرياضي ديجا في العمر هذاك. فقلت كيما بديت كارير كوره صغير نبدا كارير كوره ونرى في لي بريزيدون باراشوتي اللي دخلوا اللي خلينا نقولوا يخدموا في البوليتيك اكثر من السبور وما عندهمش في الكوره وفي الرياضه جمله معناتها لا في يمينه لا حلوه لا مرقاس. فاخترت باش نبعد على روحي ونسون قدري بعد اللي عملته الكل مش نجي نقعد. باهي سهيل حياتك الشخصيه حكيت فيها قبل انت مش لازم نعاودوا نحكيوا فيها. جوست فقط سؤال، هل اثرت على مسيرتك مشاكل الشخصية نتاعك؟ والله أنا كنت جو في لا باغ دي شوز، أما كي نرى اليوم وين وصلت العباد في اللي ريشيرش نتاع لونكادرومون مونتال نتاع القوة وقيمة الأعداد الذهني قبل البدني في الرياضة، نتذكر اللي فما ديزيفينمون ولا فما ماتشات اللي زابيتهم خاطر مثلا بابا ما هزش عليه التليفون ولا خاطر ما حكيتش مع عندي نستبخت انا سوبرستيسيو كيما فما حاجات نعيش بهم نهار الماتش. لازمني كي نقوم الصباح نحل عيني نكلم بابا الاول لازم معناتها ماذا بيا حتى من صبح على حد. صورت فلوس من الكوره؟ الحمد لله بالطبيعه من بعد الحمد لله على الاخر يعني استحفظت على روحك؟ استحفظت من بعد صارت ظروف اللي خلات كي روحت من بولونيا في بالك نحب على ليكيب بولونيز التو قضيتي في الفيفا 200,000 يورو على ما معاملوا ليكيداسيون بعد ما فسخوا لي ريزيليسيون دو كونترا نتاعي وبو دا موا عملوا ليكيداسيون لي 193,000 يورو هذوما ضربه موجعه في حياتي. كنت باش نبني باتيما من بعد جيتي اوبليجي باش نبيع الارض والدار بور انفستير في لوكاسيون في اغريمون دو لوكاسيون دو فواتور ولا في بروجي اللي لازمو انفلوب باهيه بوي سا ايتي انفيستي بور لو كونجوان في الوقت هذاك خاطر تفهمنا باش نعملوا انفستيسمون اخر وبعد جو ريغريت ريان الحمد لله اللي جاي خير برشا خاطر حضرنا رواحنا. وضعيه السيابي اليوم كيفاش تشوفها سهيل؟ وضعيه اقل ما نجم نقول عليها مزريه. مزريه؟ اه
اذا كان نحكي بنسبه مئويه نسبه البقاء نتاع السيابي قداش؟ بالنسبه ليا انا في عيني انا 100% مش تبقى السيابي ان شاء الله. انا ديما هك روغز نقول لك حاجه، انا نبداو قبل الخاسرين يعرفوني صحابي كل دقيقه 90 اي ربحين واحد بلاش تمركي لك جمعيه في الدقيقه 91 تلقى ليكيب الكل هبطت ايديها عملوا كيما هك. حتى في بولوني هذي انا تلقاني نهز في الكوره نحط فيها في السونتر باش نمشي نمركي. طونك يا لي طونك يا لي سبوار يا توجور لا في. شكون متسبب في الوضعيه اللي وصلنا فيها اليوم؟ تراكمات اما اكيد، وانه اللي شكون جا ورا مهدي بن غربي عبد السلام الصعيدان خذا جمعيه ديفيسيتير في 2 مليار دويت و700 قال انا طيحت ديفيسيت ولا اليوم الديفيسيت تاع سيابي 8 مليار دويت، والجمعيه اللي خذاها الملاعبيه اللي كانوا فيها الكل بريسك تبيع ايبارا يوسفا فيدي بن شوكر سايسي نعرفش انا رجيبي نعرفش برشا ملاعبيه. انت من العباد اللي تطلب في الوديت فما تحركات لازم رئيس الجامعه كان جاء وقتها هو الوديت هو الوديت هو اغزر كي شد عبد السلام الصعيداني الجمعيه اعطيني شويه سباس نحكي معك كيما هك وخيان قال لي قلت له يسوى عبد السلام راهو فما راهو اكبر برشا سيابي والمسؤوليه كبيره برشا راهو لازمك عبد السلام مش اكبر منه هو كشخص لازمك عندك 3 4 مليار دويت اقل شيء في مكتوبك داخل بهم ما دامك داخل على جمعيه ديفيسيتير بثلاثه هذا شنو نعرف اش تنجم توقع وبروجي سبورتيف اهم حاجه شنو هو البروجي سبورتيف نتاعك راهو لي بريزيدون دو كلوب اليوم مشكل سيابي مش مشكل سيابي برك نحي ليسبيرونس على جنب واستثني السي اس اس والاتوال شويه الباقي الكل يقاسيو في الشيء هذا. كيفاه علاقتك به اليوم سهيل عبد السلام السعداني خاصه بعد الاسكلاش اللي صار بيناتكم في اف ام؟ انا بالنسبه لي وفات الحكايه وانتهت علاقتي به ما نختلفش مع علاقتي به طيب حد على حد مخي هو ما يقبلش لا نقد لا كريتيك لا حوار دونك نجم كي نتكلم هكا باش يعاود يقوم يطلع يسب بالنسبه لي كان باش يعمل هكايه ما على الحيط احنا انا علاقتي به عادية خليني نقول خاطر فما حاجات كان يجم يقف فيهم معايا خير في اوتوريزاسيون في حاجة في اليوم كي يجي لسعد الدريدي ولا ماهر كنزار يحب ولا المنتصر الوحيش يحب سهيل بن راضي ادجوان في سيابي علاش ليه؟ هو الفرض بالطبيعة علاش؟ برس له وقتها جاء منتصر الوحيشي لسعد الدريدي في سيابي انا متاكد اللي لسعد الدريدي وماهر الكنزاري متاكد كيما نغزل لك تو نحييهم برشا اخواتي هذم وترينيت عندهم وكورت معاهم ونحبهم ياسر يعني هكا تربينا علاش قال ليه؟ ما نعرفش هنايك البوان دانتيريغاسيون الكبيره نتاع الرابور فينونسي انا نراهك خاطر سهيل بن راضي ما يجمش يرا حاجه عوج في السيابي ويسكت شك فما تلاعب فما سرقه اليوم في السيابي ما نشكش اما جنون جنون احنا نعملوا بهم سيمينير جنون في الكورة نعملوا سيمينير كل واحد كل جن وين نبعثوه يكور جن نمرو 7 ظهر لي فهمتي مش عاجبتني حواله 8 مليار دويت انت خذيت جمعية اغزر باش نعطيك كلام جمهور السيابي جمهور السيابي البسيط عقلانيا انت بعت اونتر 5 و7 ملاعبية 7 مليار دويت ملاعبية اوكي ديون الهيئة اللي قديمة 2 مليار دويت و700 انت صححت عليهم به بعت بين 5 و7 كل عام يدخل لك مليار مليار و200 بين السير وبين درشنيه وبين الولايه وبين واحد هذوما بريسك 10 مليار دويت بين بيوع واحد زدت حطيت انت 2 مليار دويت 12 وزادت الجامعه مسبقت لك 2 مليار دويت اليوم ومحيوها برشا الجامعه على موقفها مع النوادي الكل على راسها وادي الجيري مسبقت لك زوز اخرين 14 مليار دو في 4 سنين اعطيني العامين الاخرين تقرير مالي نعرف اللي الملاعبيه بريم دو روندمون تاع ود عام ناولين تاع العام الثاني ما خذاوش على هيك شكاو العام الثالث حكيت يعني حكيت معاه بعد اللي صار بيناتكم ما حكيتش معاه انا كي خرجت بون ما في بالك اللي صارت كل زاد التوقيف على كل سك بدون رسيل اللي مش نتاعي مش بك وانت مبلغ صغير هو وقتها مليون و300 هذيك راهي حكايه ضحك خدمه نظيفه اش قال الراجل انا ماني في الراديو في نتكلم نتكلم دونك انا شاكك اللي فما شكون احنا غير البلديه في بنزرت الاكثريه نتاع الاعضاء اللي شادين البلديه
وتوجههم واضح الحزبي خليني نقول. فهنا كي تكلمت قلت برد 4 سنين صام صام وفطر على جراده وعملوا لنا تيران ترتون وخذ العلم من يوسف كيرن نتكلم نعرف ايش نحكي. جيني تكلمني طفله من المحكمه معناتها باش تكلم لي حاجه سكري قالت لي عندك اعتراض لازمك تصح وكذا. مشيت ما خذيت بطاقتي قالت لي شنجيب لك الدوسي مدتها الحاكم قالت لهم عنده حام حكم بيت. يعني انا ما انت في بالك شو مش قالت لي هي عام حكم في باليش اللي نبعث محامي ولا اما هي علاش عملت هكاك الطفله فهمتك تهزينها اكيد من مالها وما تبعتهاش راهو قضايا خاطر كان تبعها تتقص لها خبزتها وسافوار شنو باش يصير وشنو اللي باش انا جو سوي بيس اند لوف اخسر وفارق وحسبي الله ونعم في اللي يعمل لي ما نعرفش من الطرف. سهيل قلت ديكلاسيون في التاسعة حول فريق بن مصطفى ولا شاعة نتاع الشمس عملت برشا بوليميك الحكايه اكثر من اللازم شو قصدت بها هذيك؟ هذيك باش نقول لك حاجه انا تو انا ما قصدت بها شيء على قد ما نحكي في ديتاي فني في التحليل دقيق جدا. خلينا نرجع لك المره رجعت تويكا انت جبت لي موضوع نحب نحكي فيه دقيقه بركه خاطر بعثت لعادل بوهلال بعثتها من الغدوه اي مسيج قول لي سهيل لا باش جيست نعطيك حاجه هذيا تويكا التوني تاع الجارديان هبطت من الغدوه هذيا احنا الله غالب في الكوره الكلنا تبارك الله النجار يفهم والزازا مع احترامي للمهن الحره الكل كلهم يفهموا في الكوره ويفصلوا اللي كانوا حاضرين معاك كانوا لعبيه كانوا اللي غاضني ناس البدوي ناس البدوي انت جول وانترناسيونال وخويا هو يسمع فيا كيفاش انا نقول لك الشمس فاكتور ديتيرمينون للجول وانت تقول لي ليه انا باش بديت التحليل اللي السونتراج منين جات الكوره كان تركز معايا السلام معك ما منين جات الكوره الخيال نتاع فاروق كي خرج وراه يعني الكوره منين جايه فما شمس سور يعني ما قلقتهم انا تجم تقلق وقلت انا اش قلت ظاهر لي الشمس جاتو في البروجيكسيون نتاعو مع الكوره واضح يعني هنا انا كنت نلعب قبل كي تجيني سونتراج ولا باش نرجع كوره وتجي الشمس مع الكوره في عيني ما راهاش والقوله نتاع العالم الكل لو سول جوار دو شون اللي اوتوريزي يلبس كاسكيت سي لو جارديان علاش؟ على الشمس على الشمس على البروجيكتور اللي انا فما شكون قال لي البروجيكتور ماله سي مجيد نحيي مي كوميم رانا نحكيو على احنا قاعدين في احسن برنامج عربي رياضي في التلفزه كي نحكيو كوره نحكيو كوره ما نزودوش على الكوره ما نوليوش هابش نعطيك انا الكاسكيت اكوا سا سير خلينا نحكيها اون كاسكيت فور يوتيل كون لو سولي اي دو فاس فوا غازون اي كون دي بروجيكتور سون ديريجي فيغ لي بوت حاجه يعني كي تبدا الشمس والبروجيكتور دايرين كات حاجه الاخرى لا كاسكيت بروتيج اوسي دون بلوي اوسي فورت يعني علاش خاطر الجارديان ما ينجمش يمسح يديه بالغونيت دونك الكاسكيت كي تبدا الشتاء قويه برشا مش نعملوا له قريطه يا خويا يا ناصر الله يهديك والله ضحكت علينا العباد اما في الاخر ما ضحكوش على فهمني باش نقول لك اوفرون ان كونفور فيزويل اون ايفيتون دافوار اسيسوي لو فيزاج افيك لي غون ماتلاسي بو كومود يعني الكاسكيت هذايا ظهر لي جول وهذايا الويل كيبيت يعني نورمالمون انت كي ترى اوليفر كان بالكاسكيت وشكري الواعر اللي انت قعدت وراه على البنك درا قداش تراه بالكاسكيت معناتها نورمالمون كوم جارديان دو بوت تقدم اضافه كي تقول لي مثلا يتحمل مسؤوليته فاروق بن مصطفى ويني كاسكيتو نفهمك اما كي تدخلني في شمس وتولي تحكي لي على القمره وانا نحكي لك على هلال العيد تولي حاجه اخرى انا فما حتى حكيت مره على لونيت لونيت اونترينور حطت لونيت على عينيه قلت لهم ما تجيش لونيت على عينين في موزايكنا كيفاش كي ما تجيش لونيت على عينين تو انت باش تقول لي ما يسالش نعملوا لهم حمله تثقيفيه ونقريهم شويه كوره ما كريت الاكاديمي ماجور دو بروموسيون الحمد لله ناجح اللونيت على العينين سا امبيش لونترينور دو دوني دي كونسيني اكسبريسيف بالعينين انت تو رير جوش انا بجنبك لونترينور على حرف التوش باش تلعب بالكوره في ظهرك اكزومبل كي نعمل لك هك تفهمني ولا كي نبدا بلونيت سولير انا نعمل هكا ما تشوف شيء يعني تفهم فيا نزيدك حاجه اخرى في هذايا في الكلام هذايا باش كي نتكلموا كيما هكا كوره ساعات يا تدخل معايا في جدال كي يبدا النقاش لهنا هاي ليفل فوق ما تطيحش النقاش اللوطة نزيدك حاجه اخرى شطر تيرانات تونس انا مره قلت على لورينتاسيون دوفون قلت لورينتاسيون تكسر اللعبه علاش
خاطر شطر تيرانات تونس ماهمش هومولوجي بالنسبه ليا، ماهمش اوريونتي، ماهمش اوريونتي نور سود. في بالك اللي لي تيران في العالم اي 90% منهم لازم يكون لوريونتاسيون تاعو نور سود، احنا عندنا تيرانات اوريونتي ايست ويست. دونك لهنا خويا ماذا بينا كي نتكلموا على الكوره كل واحد يشد قجره كان صح. عنده مكتوب ومعبي تفضل، ما كانش كان باش يعمل فيها بوليميك حاجه اخرى. شرفتنا سهيل بحضرتك بحضرنا اليوم. الله يخليك. شكرا ليك، بعد شوي نستقبلوا لاعب الاولمبي.